كروات. صباح الخير. صباح النور. لا ده انت النهارده كويسه قوي، انا مبسوطه جدا عشان سبتي اوضتك وخرجتي، بقالك اسبوع حبسه نفسي. عامله ايه دلوقتي ماما؟ انا محتاجه اروح انطر فريده. فريده؟ وعايزه تروحي لها ليه؟ عايزه اغير جو. والجو هنا ماله ماما؟ لو سمحت. يا صباح الخير. صباح الخير. اهدى اهدى اهدى، اتاري انا بقول الشمس طالعه والدنيا حلوه عشان شاري منوره النهارده. جيت في وقتك يا خال، شيري عايزه تروح مشوار وانا مضطره استنى مكالمه مهمه، يا ريت توصلها وبعدين نتقابل عند السجل التجاري. احسن حاجه عملتيها انك فكرتي تقضي كام يومين عند طنط فريده. انا كنت هقترح عليك انك لازم تغير جو، وبعدين المواجهه، تواجهي اي مشكله تنتصري عليها. انا لو كل مشكله واجهتني كسرتني ما كنتش هبقى في اللي انا فيه دلوقتي. مواجهه والامل ماشي، والابتسامه الحلوه دي. وحشاني يا حبيبتي. وانت كمان يا طه، عامله ايه؟ الحقيقه شيري حابه تيجي تقعد عند حضرتك يومين لانها بتحبك قوي. شيري دي بنتي، امال سعاد ما جاتش ليه؟ سعاد كالعاده مواعيد ومقابلات مشغوله جدا، عشان كده ما قدرتش تيجي معانا. بلغها سلامي وقول لها دي شيري في عناية. لا هي واثقه من كده. على فكره انا كنت بكلمك عشان اطمن عليكي، كل مره يقولوا لي انك نايمه. بعد اذن الهانم تسمحي لي ابقى اطمن على شيري بالتليفون؟ طبعا. شيري لو عايزه اي حاجه تبي تكلميني. ها بعد اذن هان. اتفضل. بس يا فندم. مع السلامة. الله يسلمك. انا عايزاكي تكوني قويه، مش معقوله مشكله زي دي تعمل فيكي كده وانت لسه في اول حياتك. انا مش عارفه ماما عملت معايا كده ليه، تحرمني من الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. وليه؟ عشان عيلته ناس على قد حالهم؟ انا لا عايزه فلوس ولا عايزه اي حاجه، انا مش عايزه غير الانسان اللي حبيته بس. هي خايفه على مصلحتك من وجهه نظرها، مش معقوله هتلاقي حد يحبك قد ده. واللي بيحب حد يعمل فيه كده يا طنط؟ طيب ليه ما ناقشتهاش وحاولتي تقنعيه؟ رافضه اي مناقشه في الموضوع ده خالص. طب اهدي يا حبيبتي اهدي، كل مشكله وليها حل. انت ما تتصوريش انا مبسوطه قد ايه وانت قاعده معايا. وانا كمان والله يا طنط. الحمد لله على السلامه يا جمال. الله يسلمك. اهلا يا كمال. ازيك فريزه؟ ازيك، عملت ايه في قضيتك النهارده؟ اتاجلت تقديم المذكرات، قلت ارجع انام شويه وبعدين اروح المكتب بالليل. انا عندي ليك بقى حته مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ اظهر ويبان عليك الامان. اهلا اهلا. لا دي حقيقي فعلا مفاجاه هايله. ازيك يا امك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ شيري هتقعد معانا هنا كام يوم؟ عظيم، احسن حاجه تعمليها. خليكي شويه مع طنطتك فريده لانها فعلا محتاجه لك. فعلا من ساعه ما جت شيري وانا حسيت انه البيت اتملى عليا. مبروك يا سعاد. الله يبارك. باي باي. لا لا باي باي. خلي على ورايا او كده معايا، عايز اتكلم معاك. انا كمان عايز اتكلم معاك. تعالى ورايا. يلا نفتح فوقنا. هم هم هم. ها ايه رايك بقى في اكلي؟ حلو قوي يا طنط. امال سرحانه وما بتاكليش ليه؟ انا لا خالص، انا باكل اهو بالهنا والشفا. الله، ده انا ما كنتش اعرف ان حضرتك طباخه بريمو كده. ده انا لسه بتعلم. كل ده ولسه؟ امال لما تتعلمي اكلك هيعمل فينا ايه؟ ايوه كده اضحكي، ضحكتك حلوه قوي، بحس كده انها بتنور البيت كله. ربنا يخليكي يا طنط. هو انكل كمال ما جاش يتغدى معانا ليه؟ اصله بيرجع من الشغل تعبان فدخل ينام.
طنط. اصلي افتكرته. افتكرتي مين؟ محمود. محمود؟ محمود مين؟ انا خايفة مش عارفة اقول ايه لمحمود لما اشوفه. يا طنط، محمود اكيد عارف قد انتي بتحبيه، ولا يمكن يكون زعلان منك بسبب اللي حصل، لان ببساطة انتي ملكيش ذنب في اي حاجة من اللي حصل ده كله. معلش. وبعدين لو فضلتي محرجة ومكسوفة كده مين هياخد باله من محمود ويطمن عليه؟ عندك حق. يلا بينا، يلا بينا نروح ناخد تاكسي. يلا تعالى يا محمود، سلم على ماما فريدة. ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشتيني قوي. تعالى يا محمود، تعال. شفت ماما فريدة جابت لك ايه؟ تعالى تعالى، بص دي جايبه لك حاجات حلوه قوي. بص بص. مش عايز حاجه، مش عايز حاجه، مش عايز حاجه. ليه يا حبيبي؟ عشان مفيش حد بيحبني، مفيش حد بيحبني. انا اسفه جدا، انا مش عارفه الولد ده جراره ايه من ساعه ما رجع من عندك. انا هجيبه واعتذر لحضرتك حالا. لسه متضايق؟ أنا آسفة والله، بس ما كنتش أعرف إن رد فعله هيكون بالشكل ده. بس هو عنده حق. عشان خاطري يا طنط، بلاش تلومي نفسك كده. وبعدين أنا واثقة إن محمود لما يهدى شوية هو اللي هيكلمك ويصالحك بنفسه كمان. خلي بالك يا طنط، أنا ما بحبش التكشيرة دي. وإلا هرجع لماما. لا، ما تسيبينيش يا شيري. طب عشان خاطري فكي التكشيره دي وابتسمي. مش دي كانت نصيحتك ليا اول ما جيت؟ يبقى اعملي بيها والا خلاص. بتهمدي انت كمان، خيلتيني. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه مع ابوكي ده كمان، هيطير نفوخي كله. من بعد ما اتنقل للوظيفه الجديده محدش عارف يتكلم معاه، بقى عنده اكتئاب، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيتكلم، وعلى طول يا اما عصبي يا اما نايم. ادي اللي خدناه من الست فريده صدقي، تمشي هي من الوزاره وتسيب لنا احنا كل المشاكل دي. ما فكرتش حتى تتصل تطمن علينا من ساعه ما سابتها. لا يا زيزي بقى، ان جيتي للحق كان المفروض احنا اللي نتصل بيها ونطمن عليها. ليه بقى ان شاء الله؟ هي مش الرؤوس كلها اتساوت ولا ايه؟ هي لسه فاكره نفسها وزيره؟ عيب يا زيزي، عيب يا ماما تتكلمي عليها بالطريقه دي، مهما كانت دي برضه قريبه باباكي. يوه، هو احنا مش هنخلص ابدا من سيره فريده صدقي دي؟ اقول لك على حاجه احلى، تعالي ننزل نتفرج على الاعلان بتاعي، هيعرضوه النهارده قبل المسلسل وبعده. اعلان ايه؟ انا عايزه اتفرج على المسلسل. تعرفي يا شيري، انا بقالي قد ايه ما قعدتش قدام التلفزيون واتفرجت عليه؟ سنين. معقول يا طنط؟ وانا كنت فاضيه لاي حاجه، لكن دلوقتي بقى ده في ناس بقى مدمنين تلفزيون، تسليتهم الوحيدة هي المسلسلات. بس أنا بقى منفعش أبقى كده، أنا بحب القراية أكتر. شفت يا طنط الإعلان الجديد بتاع زيزي هيجي بعد المسلسل؟ أنت معجبة بيها؟ أوي يا طنط، أصلها دمها خفيف وموهوبة جدا، وعلى فكرة أنا شفت الفيلم الجديد بتاعها وحاسة إن هيبقى لها مستقبل هايل. ما هي صورت الفيلم ده وضيعت عليها امتحان الثانوية العامة. إيه ده؟ أنت تعرفيها يا طنط؟ ما هي تبقى بنت جابر اللي كان مدير مكتبي لما كنت في الوزارة. بجد؟ طب والنبي يا طنط أنا عايزة أشوفها. شوفيها؟ آه، اتصلي بيها عشان خاطري يا طنط. اتصل بيها؟ وحياتي يا طنط عشان خاطري. حاضر يا حبيبتي، هتصل بيهم على الأقل اطمن عليهم، ولو إنهم ما سألوش عليا ولا مرة واحدة بعد ما سبت الوزارة. مش موجودين. أنا قلت لها إن حضرتك موجودة. خلاص بقى يا زيزي، هرد عليها هعمل إيه؟ هادي روحي انت. الو، ايوه فريده هانم، انت كمان يا حبيبتي والله وحشاني اكتر. احوالي اهو الحمد لله،
والله زيزي تعبانه قوي الحقيقه، بقى لها اسبوعين. عندها ايه؟ عندها ايه؟ الدكاتره احتاروا فيها، مش عارفين عندها ايه. الحراره بتترفع بتترفع فوق الـ40. كمادات ما ينفعش. ينفع طبعا، هعمل لها كمادات طبعا. حاضر. عرق 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 على طول على طول. بتترعش بتترعش جدا بتترعش. الاكل بتاكل؟ لا خالص، لا بتاكل ولا بتشرب. لما البنت عدمت يا حبت عيني وما بقتش قادره تصلب طولها بتقع. طبعا يا فريده هاني. حاضر حاضر، اول ما تخف ان شاء الله هطمنك ضروري. ربنا يخليكي لينا، مع الف سلام. تجنني تهوتي يا ماما. بصراحه انا مش عارفه اقول لها كده ازاي. طبعا بفضل توجيهاتي. مش بيقولوا ان ام الوز عوامه؟ ام الوز ما تدقيش يا مامي. استني بس يا ثنيه. افندم يا هاني، الست اللي اسمها فريده صدقي دي بالذات لما تتكلم تقول لها ان احنا مش موجودين. حاضر يا هاني. بعد الشر عليك يا بنتي يا حبيبتي. قال سخنه قال يا حبيبتي يا زيزي. اتاريها عيانه وانا اللي ظلمتها وظلمت جابر ودهيل. يا طنط اهدي بس، ادينا اهو رايحين نطمن عليها. انا ليه حساب مع جابر؟ ازاي يسيب بنته في الحاله دي من غير ما يوديها المستشفى؟ انا هروح اوديها بنفسي. يلا بينا. ايش 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 ايه كمان الحلاوه دي كلها؟ تعالي 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 وريني وريني جايبه الحلاوه دي كلها منين؟ بعد ما عندكم ايه يا بنت اللي انت عملتيه في التليفون ده؟ ده انا اتفاجئت، ده انت حته ممثله كده. عملتي الرعشه ازاي وريني كده اهو. ولا حضرتك جيت كام بدات يا عيني يا بنتي؟ لا بتاكل ولا بتشرب ولا عشان ولا هيك. يا ربنا يخليك تيتا يا حتون. حتون حبيبي شدي كبس شدي كبس. مش اللي بيجي عند حد بيتصل الاول يقول انه زيزي؟ فريده هانم يا الف اهلا وسهلا. ايه ده؟ هو في ايه؟ انا مش مصدقه مش مصدقه. قد كده ما بيحبونيش، قد كده انا تقيله على قلبهم. انا عملت لهم ايه عشان يكذبوا عليا ويتريقوا بالشكل ده؟ ده انا حبيتهم وفتحت لهم قلبي واعتبرتهم اهلي ناسي. وحياتي يا طنط ما تضايقي نفسك، دول ناس ما يستاهلوش لا حبك ولا حنيتك. وبعدين الظاهر ان احنا غلطنا اصلا ان احنا رحنا نطمن عليهم. ليه الدنيا مقفوله في وشي؟ ليه انا حاسه ان الناس ما بقتش عامله لي قيمه ولا حساب ولا حتى بتراعي مشاعري من بعد ما سبت الوزاره؟ ما تقوليش كده بس يا طنط. هي دي الحقيقه اللي مش عايزه اصدقها وعامله نفسي مش شايفاها. انت مقامك غالي ومحفوظ عندنا كلنا، واذا كان في ناس مش عايزين يشوفوكي او يعرفوكي من ساعه ما سبتي الوزاره، انت كمان لازم تستغني عنهم، لان دول اصدقاء مش حقيقيين، ما كانوش بيحبوكي بجد. دول كانوا ناس عايزين مصلحتهم وبس. قد كده كنت مخدوعه فيهم السنين دي كلها وانا ما كنتش شايفه حقيقتهم. بس في ناس تانيين بيحبوكي، بيحبوكي من كل قلبهم، بيحبوكي عشان انتي طنط فريده اللي قلبها واسع ويسع الدنيا بحاجه. ناس اول ما توجعوا ملقوش غيرك عشان يلجأوله، يمسح دمعتهم ويخفف وجعهم. مني ايه؟ فاتح لي سين وجيب من ساعه ما الست فريده دي مشيت. انت ازاي تعملي اللي انت عملتيه ده؟ انا حره، محدش له عندي اي حاجه. ولا كلش لسه هتعمل حساب للست فريده حتى بعد ما سابت الوزاره؟ اودي وشي منها فين؟ اقول لها ايه؟ وانت ايه اللي يوديك عندها اصلا؟ ما خلاص خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، مش بيقولوا كده برضو؟ بس انت ما تستاهلش ده كله مننا، دي طول عمرها افضلها علينا. افضلها عليك انت لوحدك، وانا كنت بجاريك عشان خاطر اريحك. خلاص بقى يا اخي فضينا من السيره دي. يلا يا مامي هتاخر على التصوير. يلا انا كمان اتخنقت من البيت ده.
نامت؟ الحمد لله، ما سبتهاش الا لما اطمنت عليها. بس ما تتصوريش حالتها كانت عامله ازاي. دي بقالها مده طويله على الحاله دي، والله ما شفتها سعيده وفرحانه بعد ما سابت الوزاره الا لما جيتي وقعدتي معاها. يا ريتك تطولي قعدك معانا شويه. ان شاء الله. انا ما كنتش متخيله ان طنط فريده بتمر بازمه بالشكل ده. ده انا كنت فاكره ان انا الوحيده اللي عندي مشكله. لا، وان مشكلتي دي نهايه العالم. من شاف بلوه غيره هانت عليه بلوته. الو؟ ايوه موجوده. لحظه واحده، الأستاذ خالد بيسأل عليكي. ألو، ازيك يا أستاذ خالد؟ لا بخير الحمد لله. ماما؟ لا طمنها أن أنا بخير، ولا أن أنا مش محتاجة أي حاجة. مرسي، متشكرة على سؤالك. مع السلامة. وديني يا ستي مضية العقد. ألف مبروك. الله يبارك فيك. دلوقتي بقى أنت بقيت شريك رسمي، نبدأ بقى في تنفيذ العقود والشغل بصفتك شريك والعضو المنتدب. ونائب رئيس مجلس الإدارة. نائب رئيس مجلس الإدارة؟ أنا عمري ما كان ليا نائب. كتير عليا سعاد يعني، ولا شايفاني مش قدها؟ لا بالعكس. إحنا لازم ننظم العمل والمسؤوليات عشان كل واحد فينا يبقى عارف تخصصاته ايه. هي دي اصول الشغل. وانا ما عنديش مانع. انا واثقه ان عمرنا ما هنختلف. انا هطلع قرار اداري عشان تكون نائب رئيس مجلس الاداره، والاختصاصات نبقى نحددها بعدين. يبقى مبروك علينا احنا الاثنين. تعالى بقى علشان اوريك مكتبك. رأيك بقى في مكتبك الجديد؟ ميرسي يا سعاد، هايل. أنا اللي أشرفت على توضيبه بنفسي، واخترته يبقى جنب مكتبي عشان تفضل دايماً قريب مني. أنتِ محدش يقدر يبقى بعيد عنك. وحتى لو حاول مش هتقدر. أنا اخترت لك سكرتيرة هايلة. أنا محبش حد يفرض عليا حاجة. حاجتي أنا أحب أختارها بنفسي. سافا؟ سافا؟ المدموزيل محتاجاني اوصلها في اي حته؟ تامر؟ مالك مخدوده كده ليه؟ صحيح انا مش متعود ان حد يقفل السكه في وشي، لكن مش عارف ليه بكسر كل القواعد معاك. انت عرفت ازاي ان انا جايه امتحن النهارده في مسابقه الخارجيه؟ انا مش سبق وقلت لك لما بحتاج اعرف حاجه لازم اعرفها. وانت عاوز مني ايه؟ وايه اللي جايبك ورايا هنا؟ معقوله نقف نتكلم في الشارع؟ تعالي نروح مكان هادي عشان نعرف نتكلم على رواقان. وانا اقعد اتكلم معاك لوحدينا في مكان ليه؟ ايه يا سوسن، هو احنا غراب عن بعض؟ على العموم اعتبريني معجب بيكي. ايه؟ معجب بيا؟ ايوه، من ساعة ما شفتك وانا بفكر فيكي على طول. انت بتقول ايه؟ ايه الغريب في اللي انا قلته؟ سبق وقلت لك ان انا مش بناتي اياهم. مين قال ان انا بقول انك من البنات اياهم؟ هو انت مالك متوتره وعصبيه كده ليه؟ لو سمحت يا استاذ تامر. استاذ؟ يا ريت حضرتك ما تستنانيش تاني وما تتصلش بيا في البيت، والا والا ايه؟ هتقولي لماما عشان تقرص لي وداني؟ انت مالك عيله صغيره كده ليه؟ يلا اركبي. على العموم اعتبريني معجب بيكي. ايه؟ معجب بيا؟ ايوه، ساعة ما شفتك وانا بفكر فيكي على طول. سبق وقلت لك ان انا مش بناتي اياهم.
مين قال ان انا بقول انك من البنات اياهم؟ هو انت مالك متوتره وعصبيه كده ليه؟ لو سمحت يا استاذ تامر. استاذ؟ يا ريت حضرتك ما تستنانيش تاني وما تتصلش بيا في البيت. الو. ايوه يا نجات، ازيك انت يا حبيبتي؟ وحشاني قوي. الحمد لله كلنا بخير. ايوه، امتحنت في مسابقه الخارجيه، مش عارفه اذا كنت حليت كويس ولا لا. مالي؟ ابدا، بس عندي حاله توتر بس عشان الامتحان والنتيجه. جيجي انتي هنا من امتى؟ من بدري. كنت فين؟ كان عندي مشوار. خير؟ في حاجه؟ في موضوع كنت عايزه اكلمك فيه، ما ينفعش اكلمك فيه في البيت. موضوع ايه اللي جايبك مخصوص ليا هنا؟ ما تقدريش تناقشي فيه في البيت. ماما مالها؟ شكلها كده مش داخله شركه مع الاستاذ خالد وبس. شكلها كده داخله على جواز، صح؟ انت كنت عارف؟ مجرد استنتاج يعني، من نظرات ماما الاستاذ خالد، من كلامها ليه، موافقتها انه يبقى شريك، وطول عمرها رافضه المبدا ده. كل الحاجات دي بتدل ان دي مقدمه لحاجه اهم. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله؟ يعني نسيب واحد غريب يخش وسطينا؟ وده مش هيبقى غريب. صياد، صياد اللي عامل فخ ومجهز له كل حاجه ومستني اللي عايز يصطاده انه يقع في الفخ. بطلي تقري حكايات الف ليله وليله والنبي. اعمل ايه؟ اذا كنت انت بتفكرني بابطال الف ليله وليله. ولو اني محتاره شويه، انت اني واحد فيهم؟ الشاطر حسن ولا السندباد البحر؟ صحتك. قول لي يا تامر، انت ما فكرتش ابدا تاخد حاجه تلف دماغك شويه؟ مفيش اي حاجه تلف دماغي. اخبار صاحبك ايه؟ صاحبك سامح اللي قمت معاه بالواجب، اللي عرفته انه خرج من المستشفى بس لسه محتاج شويه علاج طبيعي. واضح ان ايدين رجالتك كانت تقيله عليه شويه. اللي يرفع صباعه في وشي يقطع له ايده. افتكر هو اتعلم الدرس ده كويس. غريبه قوي، اللي يشوف رئتك يا تامر مش ممكن ابدا يتصور ان الرئه دي كلها وراها كل العنف ده. شيزوفرينيا بقى. هتقولي ايه؟ حضري نفسي خميس وجمعه، احنا مسافرين، مش عايز اي حاجه. اوكي، انا هبقى ملكك الخميس والجمعه، السبت والحد كمان اذا حبيت. بس يا رب بقى تنسى اللي في دماغك ده. اللي هو ايه؟ اللي واخدك مني حتى وانت قاعد معايا. تامر اخو شيري، وطي صوتك احسن ماما تسمعني. وده عاوز منك ايه ده؟ ما اعرفش، اتصل بيا في البيت كذا مره، ما اعرفش جاب رقم البيت منين، والنهارده لقيته واقف قدام باب الخارجيه. عشان كده كنت قلقانه ومتوتره وانت بتكلميني. انا كان قلبي حاسس ان في حاجه، عشان كده قلت اجي اطمن عليكي. انا كان لازم اتوقع حاجه زي كده، عشان يوم الحفله كان اهتمامه بيكي واضح قوي. انا مش عارفه اعمل معاه ايه يا نجات. لازم تصديه، تامر ده بتاع بنات وبتاع مغامرات. ما انا عارفه، شيري قالت لي قبل كده وقالت لي على كان بيعمله. انا مستعده اروح له وبهدله واخليه. لا يا نجات لا، بلاش، انا مش عايزه مشاكل. بعدين ماما لو عرفت حاجه زي دي مش هتسكت هي كمان. انا عايزاكي تطمني عليا خالص، بتهيألي بعد اللي عملته معاه النهارده مش هيحاول يتعرض لي تاني. ولو حاول هبقى صد المره اللي جايه، واذا فشلت هبقى اقول لك وانت بتتصرفي. ماشي. ايه يا بنات؟ بقالكم ساعتين دو 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 بتقولوا ايه؟ ابدا يا ماما، ده انا كنت بحكي لسوسن على قسم الفن اللي انا اشتغلت فيه، والناس المهمين اللي انا بقابلهم واعمل معاهم حوارات. بس كده؟ بس كده. يعني مفيش حاجه تانية عايزين تقولوها لي؟ انا ما عنديش حاجه عايزه اقولها. سوسن انت عندك حاجه؟ ايه نجات؟ ايه نجات؟ مفيش، ما تهرجيش عشان ماما. بيت يا سوسن، انا اللي باقيه لك في البيت ده. اختك راحت بيتها وكفايه عليها جوزها. جوزها؟ جوزها جه؟ ازيك يا نور؟ ازيك انت؟ ازيك يا ياسر يا ابني؟ الله يسلمك يا حماتي. ياسر احنا قلنا ايه؟ انا اسف نسيت. الله يسلمك يا ماما. اصل نجات موصياني لما اشوفك ما اقولكيش غير يا ماما. طبعا يا حبيبي، ده انت بقيت ابني خلاص، ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا ماما.
الا اخرك كده يا سياده المقدم، بقالنا ساعه مستنيينك مش عايزين نتعشى لما تيجي. النهارده اصلا يا سوسن كان يوم مشحون، لسه راجع من ماموريه كبيره جدا، مسكنا عصابه نصب. خمس تنفار كانوا مدوخيننا، بس عملت لهم خطه ما تخرش الميه لحد ما قبضنا عليهم متلبسين. ربنا يحفظك من كل شر يا ابني. اروح اجهز لكم العشاء بقى. خديني معاكي. ما تقعد يا ياسر. لا 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 لا، على فكره متغيره خالص. مين؟ سوسن؟ لا طبعا بتكلم عن ماما. من ساعة ما اتجوزنا وهي ايه؟ طيبة ايه ورقة ايه وحنية ايه؟ طبعا مش بقيت جوز بنتها. يا ريتنا اتجوزنا من زمان. بس انت ليه تخيلت ان انا بكلمك عن سوسن؟ ها؟ ابدا. اجازة قضائية؟ يعني ايه يا انكل؟ المحاكم عادة بتاخد اجازة مرة في السنة، وده بيبقى فترة الصيف، واحنا طبعا كمحامين بناخد اجازة معاهم. يعني انا عندي يمكن اكتر من شهر اجازة. فريدة، روحتي فين؟ ولا حاجة. عن إذنكم أنا داخلة أوضتي. هي طنطتك فريدة مالها؟ هي بقت كده على طول. أنا بحاول أخرجها بره الموت بس ما فيش فايدة. بقول لحضرتك يا أنكل، هو أنتوا مش متعودين تاخدوا أجازة؟ تصيفوا يعني؟ مصيف؟ احنا بقالنا سنين ما صيفناش. طنطتك فريدة كانت على طول مشغولة. طيب ما هي بقت فاضية وحضرتك عندك اجازة شهر بحاله، ليه ما تروحوش تصيفوا في حتة؟ نصيف؟ اه، ونبقى مع بعض احنا التلاتة. انا متأكدة ان جو المصيف هيغير مودها خالص. والنبي يا انكل عشان خاطري. والله فكرة مش بطالة وجات في وقتها. نصيف؟ ليه لا؟ اهو نغير جو، وبعدين احنا بقالنا سنين ما صيفناش، فرصة كويسة نقعد مع بعض من غير ما أي حاجة تشغلنا. دي فكرتك؟ هي في الحقيقة فكرة شروط، بس أنا اتحمست لها جدا، هي كمان متحمسة. أفتكر ما عندكيش أي مانع. بس هنروح فين؟ فيلتي في الساحل الشمالي. فيلتك؟ أيوه، ما أنا اشتريت فيلا هناك من شهرين. غريبة، بس أنت ما كلمتنيش عنها قبل كده. لا يعني يمكن ما جاتش فرصة، أصل الفيلا دي كانت معروضة للبيع بسعر كويس جدا، اشتريتها حتى بفرشاها. وكان تمنها كويس. قلت ايه بقى؟ موافقة مش كده؟ موافقة. ها؟ ايوة يا فريدة كده؟ لا طبعا ما عنديش مانع، ده انا متطمنة عليها طول ما هي معاكي. ان شاء الله تقضي وقت سعيد. انا حب اتصل عشان اطمن عليكم. مع السلامة. ادخل. المشروع الجديد اللي بعتهولي ده هايل، مناسب جدا جدا جدا، بس اهم حاجه بقى ننفذه بسرعه جدا جدا جدا. وما تحمليش هم، ال 10 مليون دولار هحولهم لك من حسابي في باريس يومين ثلاثه ويكونوا عندك. سافا سافا. شيري هتسافر مع فريده الساحل الشمالي عشان يصيف. احسن حاجه عملتها فريده، انا متاكد ان المصيف هيخلي شيري تنسى وتبقى احسن قوي. تعرف انا كمان بقالي سنين ما خدتش اجازه ولا رحت صيفت. انا بفكر اشتري فيلا في الساحل الشمالي. فيلا تعملي بيها ايه وانت عندك وقت؟ يعني ان شاء الله حتى نقعد فيها كام يوم. فكره ما حبسهاش خالص. مش معقول يا سعاد تصرفي مليون او اتنين عشان فيلا تقضي فيها كام يوم في السنه؟ بلاش نشتري، نأجر. البزنس الناجح ما فيهوش حياة خاصة. أجلي الموضوع ده لسه هنجلي. أنت شايف كده؟ طلع الحاجة فوق فضلك. حاضر يا بيه. ايه رايك بقى فريده؟ تجنن. هو انت لسه شفتي حاجه؟ ده القريه هنا هاديه جدا وفيها كل حاجه، يعني لو حبيتي تقضي الصيف كله مش هتزهقي ابدا. انا فعلا حبيت الفيلا. بس لو كنت سمعتي كلامي كنا اشترينا فيلا في القاهره بدل الشقه اللي احنا عايشين فيها. الواحد مننا كل فتره كده محتاج يغير حياته. يغير حياته؟ يعني يغير البيت، يغير العفش، علشان ما نشعرش بالملل. الحياه دايما محتاجه تجديد.
تعالي بقى لما اوريلك ترس. الله، المنظر رائع يا كمال. انا كنت متاكد انه عجبك جدا. بجد ذوق حضرتك يجنن يا عمر. تصدق ان بقالنا سنين لا انا ولا ماما ولا تامر ولا حتى جيجي رحنا صيفنا في اي حته. ده احنا حتى ما عندناش فيلا زي دي في اي مصر. انا مش مستغرب يا شيري، لان عالم المال والاعمال ده بالظبط زي سبق الخيل. لو الفارس لفت نظره اي حاجه بره السبق ممكن يخسر السبق كله. طيب تعملي ايه؟ حد يشوف منظر زي ده ويقدر يقاومه برضه يا طنط؟ عن اذنكم. طب خلي بالك على نفسك. سيبيها ما تخافيش عليها، دي لسه شباب كلها صحه وحيويه. ايه يا ليت الشباب يعودوا يوما. كنت هتعمل ايه؟ كنت هعمل حاجات كتير قوي، بس هي الدنيا كده، ما بتديش الواحد كل حاجه مره واحده، ولما ابتدي يحس ان هو حقق كل احلامه يلاقي حاجات تانية ضاعت منه مش ممكن ترجع تاني. كنت فاكره لما اكون معاك مفيش حاجة ممكن تاخدك مني. ممكن أسألك كنت بتفكر في إيه؟ في الدنيا. ابنك وحشك؟ جدا. أنا كمان شيري وحشتني قوي، بس معلش هانت قريب قوي هنكون كلنا مع بعض، أنا وإنت وشيري وابنك كمان. تفتكر يوم واحد سيبهولي؟ فلوسك هتجيبهولك. فلوسي؟ ايوه، هيجي اليوم اللي يحتاج فيه لفلوسك وساعتها تقدر تفرض عليه شروطك. شروط ايه؟ انه يعيش معاك مقابل انه يتمتع بفلوسك. وتفتكر هو هيوافق على حاجه زي دي؟ ده اكيد، انت ما تعرفش سحر الفلوس وقوتها. بس انا نفسي ابني يجي يعيش معايا عشان هو محتاج لي كأب، عشان بيحبني انا مش بيحب فلوسي. ما تفرقش كتير. لا عندي انا تفرق كتير. ما تبقاش رومانسي وعاطفي قوي كده، الحياه مش عايزه القلب الرهيف. عشان كده انت مش عايزه اولادك يشاركوكي في الاداره او حتى تديهم جزء من فلوسك. مين قالك الكلام ده؟ جيجي فتحتك في حاجه؟ ولا جيجي ولا اي حد، بس الحكايه واضحه زي الشمس. تاكد ان اللي بعمله ده هو الصح، والايام هتثبت لك كده. أنا بحبهم لأنهم ولادي، لكن عمري ما حطيت رقبتي تحت إيد حد، حتى ولو كان حد من ولادي. وطول ما هما محتاجين لي مش هيخرجوا من بين إيدي.